شويه عرفت اخش وسطهم يعني، بس هم برضو ما اثروش عليا قوي. بدات ادرس ايه؟ قول لي منين، من حي ايه ومحافظه ايه؟ انا اصلا من السويس. انت من السويس؟ اه. انت بلديات يعني؟ اه. طب اهلا وسهلا، انا اول مره اعرفك. انا اول مره اعرفك. انت منين من السويس؟ انا من الاربعين شرح مدرسه. الاربعين كمان، ده انت في احسن حته في السويس. هناك كانت بدايتي، بس حضرتك عارف طبعا بانك بلدياتي ان السويس شويه عندنا الفن مش يعني لا احلى فن واحلى. اه طبعا. لا بس يعني المجال مقفول على بعضيه. فطبعا القاهره، هي جيت القاهره حاولت كتير. درست ايه هناك؟ مخلص ايه درست؟ انا مخلص دبلوم صنايع، وجيت التحق بدراسات الحره هنا مع فيا درويش، فقالوا لي لا بقى انت دبلوم صنايع ما ينفعش، انت تروح تاخد دراسات حره. فروحت درست شويه كده، بس الظروف يعني كنت قاعد في القاهره لوحدي اصلي. اشتغلت ايه بقى؟ كل حاجه بقى، انا اشتغلت كل حاجه. كانت والدتي منتقبه بتاعت ربنا وكده، فقالت لي بقى ايه، روح انت يعني خلي الغنى يصرف عليك. فانا اجرت شقه هنا في منطقه اسمها البساتين، كانت 150 جنيه في الشهر يعني. وانا كنت شغال كاشير في محل مشهور كده بتاع اكل وكده، عند مزبير وكده، في شارع مزبير، من 12 بالليل ل 8 الصبح، وكنت باخد فيها 300 جنيه. وكنت بروح المعهد الصبح، بس طبعا الفلوس ما كانتش مكفيه، فانا بدفع 150 جنيه اصلا للشقه، ويا دوبك يعني لو في تيبس زياده بتفرق علينا كلها، فكنت ماشي يعني على قد جدا. بس وسبت المعهد يعني. ده اشتغلت كل حاجه بقى هنا كتير في القاهره، اشتغلت بتاع بنزينة فتره كبيره من حياتي، واشتغلت في السويس طبعا، خط السخن حضرتك عارفه كله، بس السويس الصلب وكهرباء عتاقه وشركه ورق شركه ميركان كله اشتغلت يعني، لحد ما دخلت الجيش. خرجت من الجيش، والدي الله يرحمه كان سايب ورث كده من وانا عندي يعني، عشان والدي مات وانا صغير 12 13 سنه. بعد ما تميت 21 سنه لقيته سايب لي حوالي 50,000 جنيه في وقتها. فانا قلت لا يعني ايه، انت برضه ايه تجيب لك تاكسي كده تشغله، تحط مقدم شقه تجيب لك. انا قالوا لي بقى، كان بعد الثوره كان السبع سوق الكاسيت متدمر خالص، فقالوا لي اعمل البوم، وانت عملت البوم. انت عايز تغني برضه؟ عايز اغني. انا شايف نفسي. طب مين قال لك صوتك حلو؟ محدش والله العظيم خالص. كان انت ده رايك في نفسك؟ ده رايك في نفسي. انا مقتنع بنفسي، شايف ان انا ممكن ابقى حاجه يعني. هما طول عمرهم يعني كانوا لي انت مش هتنفع، انت يعني لا شكلي ولا صوت ولا اللي تنفع، بس انا مقتنع بنفسي. بس فروحت عملت البوم، صرفت كل اللي حلت بقى على الالبوم، واستلفت كمان وكل حاجه، وعملت البوم. رحت بقى الشركات، ما فيش انتاج، وانا لو اديته الشركه هتاخده، يبقى انت عليك التوزيع، وانا منتج ال 10 اغاني مخلصهم. قالوا لي احنا مش عارف عايزين مليون ونص وايه عشان نعمل لك دعايه وبتاع على الكباري وكده. فخدت انا الالبوم نزلته على النت، طبعا محدش برضو ما نجحش خالص، وعشت بقى يعني سنين عجاف بقى من بعد الموضوع ده. وبعدين إيه؟